السلام عليكم. اليوم نتكلموا على واحدة من أجمل الإقامات السكنية في الجزائر، ويعني من أجمل في العالم، يعني بطراز معماري فريد من نوعه وعصري للغاية، خاصة في قضية الدريسينج ولا لو كلادينج ولا التغليف نتاع العمارات. التغليف يعني اون 3 دي، سي ان دريسينج اون 3 دي اللي راه رائج الآن في العالم يعني. ونشوف هنا التخطيط هذا تاع الإقامة هذه لمستثمر صيني بشراكة مع شركاء جزائريين، وهنا نشوف تصميم رائع لهذه الإقامة، وسوف ننتقل إلى مشاهدة يعني نسبة الأشغال. وهنا نشوف الإقامة هذه الأشغال وين راهي واصلة. وهذا هو الشكل، يعني الأشغال يعني عندها متقدمة في الجزء نتاعها من الهندسة المدنية نتاعها، راهي طورت فيه بعض الإقامات اللي راهي الآن في بجاية، وبعض كذلك إقامات أخرى في وهران والجزائر العاصمة اللي عندهم هذا التغليف الفضائي، يعني اسباسيو التغليف اون 3 دي خلافا للتغليف اللي كان من قبل اون 2 دي كزجاجي او سيراميك، ولا هذا التغليف ثلاثي الابعاد. اترككم مع نهاية الفيديو تشوفوا يعني نسبة الاشغال نتاع المشروع هذا، والسلام عليكم.